يا استاذ مالك، حبيبي عامل ايه يا قمر؟ الحمد لله ايه تمام. الاخبار؟ الحمد لله تمام. هتقول انت ولا اقول انا؟ براحتك. قول انت. مالك فارس. بغني من وانا عندي 6 سنين، بس ما كانش غنى صريح، يعني كان تواشيح يعني، لا مظبوط. لحد ما وصلت لنقطة كويسة وحاليا دلوقتي شغال في فرقة في مسرح البالون تبع وزارة الثقافة، بسم الله ما شاء الله. وتعرفت على الأستاذ جمال عن طريق صديق ليا يعني في أمسية شعرية، كان عايز أستاذ جمال صوت جديد كويس. فتعرف عليا ويعني اشتغلنا مع بعض، عمل لي 3 أغاني من أحسن الأغاني وشرف ليا طبعا إن احنا طبعا طبعا، ده قيمة كبيرة أنا طبعا. وعمر ورغدة 3 مع الأستاذ جمال. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. أنت كام سنة دلوقتي يا مالك؟ بلاش ليه بلاش ليه؟ هو أنت ده 33. البنات بس اللي بيخافوا يقولوا عمرهم على فكرة. 33 طب وإيه بلاش ليه؟ عشان ما حدش بيديني السن أيوه بسم فبيخافوا. الله ما شاء الله، ده على فكرة دي حاجة تسعدك إنه يعني 33 سنة ومع ذلك يعني وش ملائكي وشباب أكتر من الناس اللي عندهم 20 سنة، دي حاجة تبسط الحمد لله الحمد وتبقى لله فخور. طبعا. أمال دول يعملوا إيه بعد 30 3؟ هيقول لك أنا عندي 16 سنة. لا انا 17 لسه. أنتوا دلوقتي تقولوا براحتكم، كمان شوية هتخبوا يعني. إدي المايك بقى الملك علشان طب تحب تسمع ايه بقى؟ حابب اللي أنت عاوزه، اللي أنت حابب إن أنت يعني تخش بيه على الناس وتمتعهم بيه. أم كلثوم برضه؟ ماشي. اللي يريحك واللي هتبقى متوافق فيه مع عمر على العود يعني. يلا بينا. ماشي. ري. ماشي ري. هتقول ري؟ ماشي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، أشوف جمال القمر تخطر على بالي ويطول علي الصهر والسهد يحلاك، وبعت لي جواب وطمن، ولو ان عتابة تحرم ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب وطمني، غيابك طال وبستنى قلبك مالي تنى، غيابك طال بستنى قلبك مالي تنى، إن كنت هويت ونسيتني وعلي جنيت مرعيتني، إن كنت هويت علي جنيت مرعتني، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، 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 الله الله الله. احسنت احسنت. جميل جميل. لا زي ما انت 33 سنه الصوت لسه بيقول يا هادي. لا حاجه ممتعه والله يا مان.